الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: كتاب النكاح. لا، كتاب الفرائض. فرائض قبل. كتاب الفرائض. نعم. أسباب الإرث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره أحكام الوصايا بذكر أحكام الفرائض، وبين ربطه بين أو ترتيبه هذين الكتابين مناسبة، وذلك أن بعض الوصايا تلحق، أن أحكام الوصايا تكون سابقة للفرائض، فإنه إذا أعطي أصحاب الوصايا حقهم تقسم بعد ذلك الأموال على أصحاب الفرائض كما أوجب الله عز وجل. ولذلك فإنها كما ترتب في الأولوية رتبت في التبويب. وقوله كتاب الفرائض، الفرائض جمع فريضة، أي التي فرضها الله عز وجل وقدرها. والمقصود بهذا الباب أو هذا الكتاب ليس مجرد الفرائض المقدرة فحسب، التي هي أحد أنواع الإرث وهي الفرض والتعصيب، وإنما المراد به عموم المقدر. ولذا قيل إن هذا الباب فيه حذف للمضاف، وأن المراد به العلم بالفرائض وتوابعها من القسمة ونحوها. نعم. قال رحمه الله: أسباب الإرث، رحم ونكاح وولاء. نعم، بدأ المصنف بذكر أسباب الإرث، والمراد بأسباب الإرث أي الأمور التي يورث بها. وهذا العد بأنها ثلاثة أسباب فقط، هذا دليله الاستقراء، لأننا نظرنا في الفرائض التي في كتاب الله وجاءت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم نجد سببا للإرث صح به الدليل غير هذه الأمور الثلاث. ولهذا مفهوم، فإن ما عدا هذه الأمور الثلاث لا يورث به. فعلى سبيل المثال، المشهور عند فقهائنا أن بيت المال لا يرث من الشخص ولو لم يكن له أحد من ذوي الفروض أو العصبات، وإنما يوضع المال في بيت المال حفظا، فيوضع من باب الحفظ لا من باب الإرث، خلافا لبعض أهل العلم كالشافعي وغيره. فالمقصود أن العلماء عندما عدوا أسباب الإرث ثلاثة لها منطوق ولها مفهوم، فمفهومها نفي الإرث بغير هذه الأسباب الثلاثة، لا بالإسلام على يد أحد أو التقاط اللقيط، ولا أن بيت المال سبب للإرث. قال: أولا الرحم. الرحم يطلق في باب الفرائض على معنيين: المعنى الأول كل قرابة تكون سببا للإرث، سواء ورث بها فرضا أو تعصيبا، أو بالمعنى الأخص للرحم. والمعنى الأخص للرحم هي كل قرابة ليست من ذوي الفروض ولا من ذوي التعصيب، كالعمات وبنات العم ونحو ذلك. إذن يجب أن نعلم هذه المسألة، أن كتاب الفرائض يطلق فيه الرحم على معنيين: معنى عام وهو سبب للإرث به، ومعنى خاص وهو ميراث ذوي الأرحام الذي سيأتي. قال: ونكاح، أي عقد نكاح. فالمراد بالنكاح هنا العقد لا مجموع العقد والوطء معا، فإنه يورث بمجرد العقد. ومن شرط هذا، ومن شرط الإرث بالعقد عقد النكاح، أن يكون صحيحا، فإذا كان النكاح فاسدا أو باطلا فلا إرث به. لأن القاعدة عند فقهائنا وغيرهم أن المحرم لا يورث به ولا يبيح ولا يترخص به ونحو ذلك من التوابع، فلا يترتب على المحرم حكم شرعي على سبيل التبع، وإنما يثبت له على سبيل الأصالة كضمان المتلفات. قال: وولاء، وهو السبب الثالث. والولاء المراد به العتق، والفقهاء إذا أطلقوا أن الولاء سبب للإرث فمرادهم أي الولاء من علو، لا الولاء من سفل،
فإن الولاء من سفل ليس سببا للإرث عند فقهائنا. والفرق بين الولاء من علو والولاء من سفل أن المعتق هو مولى من علو، والمعتق وهو الذي كان قنا ثم أعتق هذا مولى من سفل. وكلما تكلمنا عن الولاء والإرث به فإنما نقصد به الولاء من علو لا النوع الثاني وهو الولاء من سفل، لأن الذي يرث إنما هو من كانت يده عالية. نعم. وموانعه قتل ورق واختلاف دين. نعم، قال وموانعه أي وموانع الإرث إذا وجد سببها ثلاثة: قتل، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث القاتل شيئا. وقد أخذ علماؤنا من هذا الحديث أن كل قتل يترتب عليه حكم، إما بدية أو كفارة أو قصاص، فإنه لا يرث القاتل من المقتول شيئا لظاهر الحديث، ولو لم يكن عمدا. فالعمد والخطأ وشبه العمد كل هؤلاء الثلاثة لا يرثون. ومن ترتب عليه واحد من الأمور الثلاثة ذكرناها قبل قليل وهي القصاص أو الدية أو الكفارة، سواء قتل بمباشرة أو بتسبب أو قتل مجتمعا مع غيره أو ممالئا لغيره، وسيأتينا فرق بين هذان الأمران وهو الاجتماع والاشتراك من جهة وبين الممالأة، فإن هؤلاء الأربعة جميعا لا يرثون، كل هؤلاء الأربعة لا يرثون. بقي عندنا نوع واحد قد يكون له دور في القتل وهو الردء. والردء العلماء في مشهور المذهب يقولون إنه لا يترتب على فعله قصاص ولا دية ولا كفارة، وإنما يعزر. والمراد بالردء هو الذي يدل على الجاني مثلا، أو يساعد في ترصد الجاني ونحو ذلك من الصور. ولا يثبت للردء حكم كحكم المباشر إلا في الحرابة كما سيأتي إن شاء الله في محله. وما عدا ذلك فالأصل أن الردء إنما يعزر، ولا يثبت عليه لا حكم قصاص ولا حكم حد. فالردء في السرقة لا تقطع يده، بخلاف المشترك إذا كان فعله يصلح أن يكون سرقة كاملة وهكذا. نعم. نعم، قال ورق أي أن الرقيق لا يرث من الحر والعكس، لأن الرقيق إذا مات فإن ماله لسيده فلا يرث قرابته من ماله شيئا. والحر إذا مات وكان بعض ورثته بالنسب أرقا فإن هؤلاء لا يرثون. والسبب لأننا لو ورثناهم لانتقل المال الذي حازوه إلى مواليهم، لأن مالك القن يملك القن وما ملكه من المال، فحينئذ نكون قد ورثنا مال الميت لمن ليس بينه وبينه رحم ولا نكاح ولا ولا. ولذلك فإننا نقول إن القن لا يرث ولا يورث معا. والأمر الثالث اختلاف الدين، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث الكافر من المسلم شيئا، وهذا يدلنا على أن اختلاف الدين معتبر. وعندنا هنا مسألتان: المسألة الأولى أنهم عندما قالوا اختلاف الدين يدلنا على أن الكافر لا يرث من المسلم والمسلم لا يرث من الكافر، وأن الكفار إذا اختلفت مللهم فإنه لا يرث بعضهم من بعض شيئا إذا تحاكموا إلينا، لأن الكفر ملل وليست ملة واحدة، فلا يرث واحد منهم الآخر إذا اختلفت مللهم. المسألة الثانية عندنا أننا نقول أن المرتد لا ملة له، فالمرتد لا يرث ولا يورث لا من المسلمين ولا لمن ارتد واعتنق دينهم، لأن المرتد لا يقر على دينه الذي انتقل إليه. ولذلك يقول فقهاؤنا إن من حكم بردته بحكم قضائي، وهذا مهم، فإن ماله يكون فيئا للمسلمين. هذه المسألة الثانية أو المسألة نعم المسألة الثالثة معنا أن المعتمد عند فقهائنا أن العبرة في اختلاف الدين إنما هو بحال قسم التركة، وبناء عليه فلو مات وهلك هالك
وكان من ورثته بالرحم من اختلف معه في الدين، ولكن قبل قسمة التركة أسلم، فإنه حينئذ نقول يرث ترغيبا له في الإسلام وتحبيبا له فيه. فالعبرة هنا باختلاف الدين بقسمة المال، لأن الميت إذا مات انفك ملكه عن ماله، ولم ينتقل الملك تاما إلى ورثته إلا بالقسمة. وعبرت بالتام لأنكم تتذكرون في كتاب الزكاة قلنا إن التركة قبل قسمتها يكون ملك الورثة عليها ناقصة، ولذلك فإنه لا زكاة فيها وإن حال الحول عليها أحوالا متعددة وسنين متعددة. ولذا فنقول العبرة بحال اختلاف الدين عند قسمة التركة. هنا فائدة، يعني وإن كانت خارج الدرس بعض الشيء، ذكر الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله وتلميذه ابن القيم أن أغلب نصوص الإمام أحمد تدل على أن الكافر لا يرث من المسلم مطلقا، وأما المسلم فإنه يرث من تركة الكافر إلا أن يكون الكافر حربيا. ذكر ابن القيم في أحكام أهل الذمة ونقلها عن شيخه وقالها شيخه في غير هذا الموضع أن أغلب نصوص أحمد، وهذا واضح لمن تأمل كتاب أحكام أهل الملل للخلال لأبي بكر الخلال وهو مطبوع، فإن أغلب نصوص الإمام أحمد أن المسلم يرث الكافر إلا أن يكون الكافر حربيا، أي بيننا وبينه حرب. وحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، أي إذا كان حربيا لا ذميا أو مستأمنا أو معاهدا. وهذا الاختيار للشيخ تقي الدين وهو غالب نصوص أحمد عليه، هذا فيه فسحة وسعة لكثير من المسلمين الذين يسلمون وآباؤهم يبقون على دين غير الإسلام في البلدان غير المسلمة. ولذلك فإن النصوص وقول عدد من الصحابة كمعاوية وغيرهم على هذا القول، وكذلك عدد من الفقهاء رحمة الله عليهم كما نقلت لكم عن الشيخ تقي الدين وغيره. فقط هذه فائدة خارج الدرس لكنها مفيدة في قضية الإرث، وكثيرا ما يعرض هذا لحديث العهد بالإسلام ممن ترك ملة الكفر وغيرها وانتقل للإسلام. نعم. وأركانه وارث ومورث ومال موروث. نعم، قال وأركانه أي وأركان الفرائض، فلا يمكن أن تقسم فريضة إلا إذا وجدت ثلاثة أمور. الأمر الأول وارث، فحيث لا وارث فلا فريضة، وإنما يكون المال مجموعا عند بيت مال المسلمين لحين ظهور وارث، أو بيد أمينة لحين ظهور وارث، فلا حيازة لأحد على سبيل الملك المطلق له. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مورث وهو الهالك، فلا بد أن يكون المال لمورث هالك، وهذا الهالك يعرف ملكه لهذا المال. الأمر الثالث مال موروث، وعبر المصنف بالمال لفائدة، لأنه لا يورث كل شيء وإنما تورث الأموال وما في معنى الأموال. ولذلك فإن الديون لا تورث، فكل ما كان على الميت من الديون فإن مورثه لا يرثه ولا ينتقل إليه. كثير من الناس يظن أنه إذا مات أبوه أو مورثه وعلى أبيه أو مورثه 100,000 دينا أن هذا الدين ينتقل إلى ذمة الورثة، وهذا غير صحيح باتفاق أهل العلم، وإنما يورث المال دون الديون، فالدين إنما هو متعلق بمال الميت فقط، فإن كفى عنه فبها ونعمة، وإن لم يكف شيء فإنه يسقط، ولا يلزم الورثة أن يؤدوا من هذا الدين شيء ولو كانوا من أغنى الأغنياء إلا أن يتبرعوا، وهذا من باب التزامهم أو من باب إحسانهم. التزامهم يكون بالضمان، مثل حديث أبي قتادة رضي الله عنه حينما قال هي علي يا رسول الله، هذا من باب الضمان التي نقول نسميها البعض بكفالة المال، فحينئذ تكون لازمة للوارث، وإلا فلا، أي إما بالتزامه بضمان أو بتبرع منه، وإلا فلا. طيب، الحقوق العلماء يقول لك نجزها أن الحقوق نوعان، حقوق تورث
وحقوق لا تورث. ونضرب مثالا للنوعين بالباب السابق وهو الوصايا. فإن من أوصى لغيره بحق ومات الموصى له في حياة الموصي فإن وارث الموصى له لا يرث حق الوصية، لأن الوصية متعلقة بعين شخص فلا تورث. بخلاف إذا مات الموصي ثم مات الموصى له بعده فإن حق القبول يورث. ولذلك أفرد العلامة أبو الفرج ابن رجب قاعدة جميلة في أنواع الحقوق التي تورث والحقوق التي لا تورث. فحقوق التملك لا تورث، مثل الشفعة فإنها لا تورث، وفصل فيها ابن رجب في محلها في القواعد. نعم. وشروطه تحقق موت مورث وتحقق وجود وارث والعلم بالجهة المقتضية للإرث. نعم، بدأ يتكلم صنف عن شروط الإرث، فأولها قال تحقق موت مورث، والمراد بالمورث هو الهالك الذي كان يملك المال. وهذا يدلنا على أن الموت لا يحكم بانتقال الملك من الميت إلى غيره إلا عند التحقق. نستفيد من ذلك أن العلماء قد قسموا الموت إلى نوعين، موت تام وموت ناقص ولا مشاحة في الاصطلاح، وهذه التي يسميها العلماء الحياة المستقرة وغير المستقرة هي مثلها. وقد أفرد ابن العماد الإقفاسي الشافعي كتابا مطبوعا في التفريق بين نوعي الحياة ونوعي الموت كذلك. فمن مات ولم يحكم بتمام موته فإنه لا ينتقل الملك. من تطبيقات ذلك أنه في وقتنا الآن، وهذه من كثيرة جدا وأتيت بهذا التطبيق المعاصر، أن بعض الناس يحكم الطبيب بوفاته دماغيا ولا يحكم بوفاته جسديا، فنقول إنه لا يقسم ماله حتى يحكم بوفاته الوفاة السريرية التامة، ولا يكتفى بالحكم بوفاته دماغيا، بل لا بد من وفاة مخه ومخيخه وسائر أجزائه العصبية في جسده، فحينئذ يورث. ولذا فإنه أحيانا قد يموت دماغيا ويبقى تحت أجهزة ربما أياما لتنقل بعض أعضائه ونحو ذلك، فنقول لا يجوز قسمة ماله حتى يحكم بتحقق الموت. هذه مسألة استفدناها من قول المصنف تحقق موت المورث، إذ الموت نوعان في ابتدائه ولتمامه. المسألة الثانية أنه إذا شك في وفاته أو جهلت وفاته فإنه لا يجوز قسمة ميراث الشخص مطلقا إلا في صورة واحدة مستثناة لم يردها المصنف، وهو المفقود. فالمفقود هو الصورة الوحيدة التي يجوز فيها قسمة ميراثه ولو لم نتحقق وفاته. والسبب أننا انتظرناه المدة التي ضربها الصحابة رضوان الله عليهم، سواء كان فقده في حال غلبة سلامة أو في غلبة هلاك على اختلاف الحال، وتعرفون قضاء عمر رضي الله عنه في المسألة. فنزلنا غلبة الظن منزلة اليقين حيث لم يمكن معرفة اليقين، وهذا من باب تنزيل المظنة منزلة المئنة. الشرط الثاني قال وتحقق وجود وارث، أي لا بد أن يكون الوارث موجودا حقيقة متيقنة، ويعرف ذلك بأن يكون الوارث قد ولد مستهلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر إذا استهل المولود صارخا ورث، فدل ذلك على أنه لا بد أن يستهل. وهي مثل الوفاة، فإن الحياة نوعان، حياة مستقرة وحياة غير مستقرة. فمن ولد وهو غير مستقر، وسيأتينا إن شاء الله من كلام المصنف كيف نفرق بينهما، فإننا لا نحكم بإرثه حتى تشهد القوابل باستقرار حياته، أو يشهدنا بأنه قد بانت فيه خلقة الآدمي كذلك.
الشرط الثالث قال العلم بالجهة المقتضية للإرث وهو الأشياء المتقدمة، وهو نوع القرابة والرحم، ونوع النكاح هل هو صحيح أم فاسد، والولاء هل هو من الولاء الذي يرث به أم لا. لأن الولاء أحيانا قد يثبت لقوم ثم يجر لآخرين، ومن درس كتاب العتق يعرف ذلك، فإن الشخص يكون ولاؤه لموالي أبي أحد أبويه، فإذا اعتق أبوه الآخر جر ولاءه له، فينجر الولاء أحيانا بعتق أحد الموالي. نعم. والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم. نعم، أجمل المصنف أسباب أو أنواع الإرث، فقال إن الورثة ذو فرض، ذو هنا اسم موصول بمعنى الذي، أي ذو فرض أي له فرض مقدر في كتاب الله وسيذكره المصنف، وعصبة، والعصبة ثلاثة أنواع، عصبة بالنفس وبالغير وبالنفس وبالغير ومع الغير، والثالث ذو رحم وسيفصله المصنف. نعم. فذو الفرض عشرة، الزوجان والأبوان والجد والجدة. نعم، قال فذو الفرض عشرة أي عشرة أشخاص، الزوجان، الزوج والزوجة، والزوجان لا يمكن أن يجتمع في فريضة، بل لا بد أن يوجد أحدهما دون الآخر، وقد ينتفيان معا. قال والأبوان المراد به الأب والأم، وقد يجتمعان وقد ينتفيان، وقد يوجد أحدهما وينتفي الآخر. قال والجد والجدة، ولم يعبر المصنف بالجدين لفائدة، وهو أن الجد إدلاؤه وإرثه غير إدلاء الجدة، فإن الجدات اللائي يرثن ثلاث، وأما الجد الذي يرث فهو الذي يدلي بذكور خلص. نعم. والبنت وبنت الابن. نعم، قال والبنت أي من الصلب، وبنت الابن، فإن بنت الابن إذا أدلت بذكور خلص فإنها ترث. نعم. وبنت الابن والأخت وولد الأم. من أي الجهات، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، فإن كانت شقيقة فهي إما ترث النصف أو الثلثين وكذا لأب، وإن كانت لأم فهي إما ترث السدس أو الثلث. ومثله أيضا يقال في الزوجان، فإن الزوج يرث إما النصف أو الربع سيأتي، والزوجة إما الربع أو الثمن، والباقي سيأتي إن شاء الله في محله. قال رحمه الله وولد الأم، والمراد بولد الأم الإخوة لأم، فيشمل الذكور والإناث، فقوله الأخت هنا يشمل الأخت من الجهات الثلاث، وقوله ولد الأم يشمل الولد والبنت، لأن الفقهاء إذا عبروا بالولد فيشمل الذكر والأنثى، وإذا عبروا بالابن فإنه يختص بالذكر فقط، ولذلك فإن عبارة المصنف هنا قد يقال إن فيها تداخل، فإن الأخت لأم ذكرها المصنف في موضعين، ذكرها في قوله الأخت، وذكرها في قوله وولد الأم. نعم. وذلك فإن بعض الفقهاء لكي يبتعد عن هذا التداخل، بدلا من أن يقول الأخت يقول بنات الأبي، بنات الأبي، فتشمل الشقيقة والأخت لأب، ولا تدخل الأخت لأم، وهذا يعني من باب يعني التحرز في الألفاظ، وإلا المعنى صحيح. نعم. قال رحمه الله والفروض المقدرة في كتاب الله ستة. نعم، بدأ يقول الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، حصرها المصنف استقراء، ولا يوجد في كتاب الله غير هذه الفروض الستة، وهذا من باب التسهيل لطالب العلم لكي لا يعرف، لكي يجزم أنه لا توجد غير هذه الفروض الستة. الفروض الستة ما هي؟ هي النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفها ونصف نصفها. النصف نصفه كم؟ ربع. ونصف نصفه نصف الربع كم؟ ثمن. والثلثان نصفهما كم؟ ثلث. والثلث نصفه كم؟ سدس. وتستطيع أن تقول العكس، تقول إن الفروض هي الثمن وضعفه وضعف ضعفه، والسدس وضعفه وضعف ضعفه. الفرائض العلماء رحمهم الله تعالى صاغوها بطرق متعددة لا بطريق واحد، فإذا قرأت في كتبهم لوجدت لهم طرائق غريبة، حتى إن بعض من العلماء المتأخرين بعد القرن العاشر ألف كتابا في ضبط الفرائض على حروف زيد، حرف الزاي وحرف الياء
وحرف الدال، ورد جميع أحكام الفرائض لهذه الحروف الثلاثة بطريق حساب الجمل، والكتاب مطبوع ومعروف، وهو من بعض علماء المالكية من المغرب. فالمقصود أن معرفة الفرائض بأكثر من طريق تثبت المعلومة، فأن تقرأ الفرائض عن طريق هذه المختصرات الفقهية، وقبل ذلك تقرأ الآيات من كتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك تحفظ المتون وتقرأ أكثر من متن في الفرائض لكي تثبت المسألة في الذهن. ولنعلم مسألتين: المسألة الأولى أن هذا العلم ينسى ما لم تكرره، فاحرص دائما على تكرير هذه المسألة. ومن أشهر ما قيل في ذلك قول قتادة بن دعامة السدوسي التابعي، قالوا: من أراد أن يتعلم الفرائض فليمد جيرانه، فأكثر من هذه المسائل وأكثر من معرفتها. المسألة الثانية أن دقائق هذا العلم وإن كانت قليلة إلا أن معرفتها تثبت العلم، وقد أشير ببعض هذه الدقائق وإن كانت المختصرات لا تعنى بالدقائق كثيرة. نعم. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. نعم. فالنصف فرض خمسة. نعم، بدأ يتكلم في فرض من الذي فرضه النصف. أولهم قال: الزوج إن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن. نعم، قال إن الزوج فرضه النصف إذا لم يكن لزوجته ولد، فقوله ولد يشمل الذكر والأنثى، ولا ولد ابن أي أن لها من وقت وفاتها ابن ابن أو بنت ابن، أي أدلى إليها بذكر وإن نزل. مفهوم ذلك أنه إن كان لها ولد بنت فقط فإن الزوج يرث النصف كاملا، وسواء كان هذا الولد للزوجة من الزوج أو من غيره لا فرق. نعم. نعم. والبنت وبنت الابن مع عدم ولد الصلب. نعم، قال: والبنت فرضها النصف، وبنت الابن كذلك فرضها النصف مع عدم ولد الصلب، أي إذا لم يكن هناك ولد في درجتها أو أعلى منها. وأما إذا كان هناك ولد من ولد الميت لكنه أنزل منها درجة فإنه لا ينقصها عن فريضتها، وإنما يعصب من في درجته أو أدنى منه، وهذه المسألة ثلاثة دقيقة، أو أعلى منه إن استوعب الثلثان. صورة ذلك، انظروا هذه المسألة الدقيقة، انتبهوا معي فيها: هلك هالك عن بنات بغض النظر كم عددهن، وبنات ابن، وبنات ابن ابن، وأبناء ابن ابن. إذن ثلاث درجات: بنات، وبنات ابن، وبنات ابن ابن. لو لم يكن هناك معصب فالثلثان لمن؟ فالثلثان لمن؟ للبنات، والباقي ليس لهن فرض، فإن وجد معصب حاز الباقي وإلا رد للبنات الباقي. طيب، إن كان هناك معصب، انظر هذه المسألة الدقيقة، في درجة البنات السفليات، فكان المعصب ابن ابن ابن، فكيف تكون الفريضة؟ من يستطيع أن يجيب هذه وندعو له في هذا اليوم المبارك؟ سمي شيخنا. الباقي بين من؟ الباقي بين من؟ بين بنات الابن وابن ابن الابن. طيب، بنات ابن الابن يسقطنا؟ يسقطنا. نعم، يعصب الجميع. كيف يعصب الجميع؟ يعصبهن. كيف يعصبهن؟ يقسم بينهم ايش؟ بالرؤوس. يعني تكون بنت الابن ترث سهما، وابن ابن الابن يرث سهمين، وبنت ابن الابن ترث سهما. احسنت، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. إذن الحل في هذه المسألة أن ابن الابن ورث البنات اللاتي في درجته، عفوا، عصب البنات اللاتي في درجته، نعم، ورثهن، واللائي أعلى منه بدرجة، وأما أعلى منه بدرجتين فهي قد ورثت بالفرض. تفضل شيخ. والأخت لأبوين عند عدم الولد وولد الابن. نعم، قال: والأخت لأبوين، وهي الشقيقة
عند عدم الولد، أي ذكرا كان أو أنثى، فلا يوجد للهالك ابن ولا بنت. وعند عدم ولد الابن، عدم ولد الابن أي ليس له ابن ابن ولا بنت ابن، وإن نزلوا مدلين بذكور خلص. طبعا هذا في الجملة طبعا. نعم. والأخت للأب عند عدم الأشقاء. نعم، عند عدم الأشقاء وعند عدم فقد شرطهم، وهو عدم الولد وولد الابن. نعم. والربع فرض اثنين، الزوج مع الولد أو ولد الابن، والزوجة فأكثر مع عدمهما. نعم، قال والربع فرض اثنين، وهو الزوج إذا وجد ولد أو ولد ابن. لمن هذا الولد؟ أهو للزوج أم للزوجة الهالكة؟ بل للزوجة الهالكة. إذن مع الولد أي ولد الزوجة الهالكة. قال والزوجة أي والربع فرض الزوجة فأكثر، أي ولو كان للهالك أكثر من زوجة، كزوجتين أو ثلاثة أو أربع، فإنهن جميعا يرثن فرض الربع مع عدمهما، أي مع عدم ولد الزوج أو ولد ابنه. طيب، فإن هلك هالك عن خمس زوجات فما الحكم؟ نقول إن كان قد نكحهن في الإسلام فالخامسة لا ترث، لأنها نكاحها نكاح زنا. وإن كان قد أسلم عليهن ومات قبل الاختيار فإنه يقرع بينهن. وعندي سؤال هنا، هل يمكن أن يرث للشخص أن يرث من الشخص أكثر من أربع؟ نعم، في مسألة قالوا يرث ثمان من الرجل، تعرفونها أو تبحثونها إلى الغد إن شاء الله، لنجعل واجبا اليوم. متى عند فقهائنا يرث من الميت ثمان زوجات، ثمان نساء يرثن منه، متى؟ طيب فضل. والثمن فرض واحد، وهو الزوجة فأكثر مع الولد أو ولد الابن. نعم، قال والثمن فرض واحد أي فرض شخص واحد، وهو الزوجة فأكثر، أي فأكثر من زوجة إن وجد ولد للهالك أو ولد ابن له ذكرا كان أو أنثى. أختين أبوين فأكثر. لا، قبل. نعم، والثلثان فرض أربعة، البنتين فأكثر. نعم، قال والثلثان فرض أربعة أشخاص، البنتين فأكثر، يعني إذا هلك هالك عن بنتين فأكثر. طبعا لم يذكر المصنف هنا الشرط، لأنه سيذكر إن شاء الله في باب التعصيب شرط التعصيب بالغير، فإن شرط إرث البنتين بالثلثين أن لا يكون للهالك ولد صلب، أن لا يكون للهالك ابن صلب، لا يكون له ابن ذكر. نعم، وبنتي الابن فأكثر، إذا هلك هالك عن بنتي ابن ولم يكن للهالك ابن صلب ولا ابن في درجتهن، فإنه حينئذ فإن بنتي الابن يرثن الثلثين. قال والأختين لأبوين فأكثر، والأختين لأب فأكثر، أي الأختان الشقيقتان والأختان لأب فإنهن يرثن الثلثين. وشرطه إذا فقد ابن الصلب وبنت الصلب، فنقول شرطه فقد ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى. نعم. والأختين أبوين فأكثر، والأختين لأب فأكثر، والثلث فرض اثنين، ولدي الأم فأكثر، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم والأم. قال بدأ المصنف في الثلث، قال والثلث فرض اثنين ولدي الأم، المراد بولد الأم هم الإخوة لأم، وعبر المصنف بالولد ليشمل الذكر والأنثى، أي الأخ لأم والأخت لأم. وقوله فأكثر لأن الإخوة لأم إذا كانوا اثنين فأكثر فهم شركاء في الثلث، يستوي الذكور والإناث فيها سواء، وإن كانوا واحدا فقط فليس له إلا السدس ذكرا كان أو أنثى. وهذا معنى قوله ولدي الأم فأكثر. ولم يعبر المصنف بأولاد الأم، السبب في ذلك لأن فقهاءنا يرون أن أقل الجمع ثلاثة، فلو عبر بالولد لذهب الوهل إلى أنه ثلاثة، فقال إنه ولدي الأم فأكثر للتوضيح. قال يستوي ذكرهم وأنثاهم، أي لا يميز الذكر بأن يكون له سهمان وللأنثى سهم، وإنما هم فيه مستوون، وهذه من المواضع التي استوى إرث الذكر مع الأنثى فيها. وقد جمع هذه المواضع كلها الغزالي في بعض مصنفاته، جمع متى يكون الذكر إرثه مثل إرث الأنثى، ومتى يكون إرث الأنثى أكثر
من إرث الذكر، أظنه إما جمعها في الإحياء أو في المنخول، نسيت، والأقرب في ذهني أنه المنخول. نعم. والأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الإخوة والأخوات. نعم. يقول الشيخ والأم فرضها الثلث لكن بشروط. الشرط الأول حيث لا ولد ولا ولد ابن، أي أن الهالك ليس له ولد لا ذكر ولا أنثى من صلبه، وليس له ولد ابن لا ذكر ولا أنثى، أي ابن ابن أو بنت ابن، وإن نزلوا مدلين بذكور خلص. فإن كان له ذرية لكنهم لا يرثون من ذوي الأرحام كبنت بنت أو ابن بنت، فإن هذا لا يحجب الأم حجب نقصان، بل ترث الثلث كاملا. قال ولا عدد من الإخوة والأخوات، هذه مسألة مهمة فانتبهوا لها. المشهور عند فقهائنا أن الهالك إذا هلك وله جمع من الإخوة فإن أمه، يعني جمع يعني اثنان فأكثر، فإن أمه ترث السدس فقط. وإن هلك وليس له إلا أخ واحد أو ليس له إخوة فإن أمه ترث الثلث ما لم يكن له ولد من صلبه. هذه واضحة للآية. المهم عندي أن تعرف أننا نقول سواء كان، وهذه مهمة المسألة، سواء كان الإخوة محجوبين أو كانوا وارثين فإنهم يحجبون الأمة حجب نقصان، هذا هو المشهور عند فقهائنا. ولذا إذا قال لك شخص هلك هالك وترك أما وأبا، يجب عليك أن تقول هل له إخوة أم لا، مع أنهم لا يرثون، يجب أن تسأله هذا السؤال. فحينئذ تقول هل له إخوة أم لا، ثم بعد ذلك تقسم. فإن قال ليس له إخوة فكيف تعطي، فماذا تعطي الأم وماذا تعطي الأب؟ ليس له إخوة، تعطي الأم الثلث، لا يوجد ولد ولا يوجد جمع من الإخوة. إن قال له أخ واحد أو أخت واحدة فتعطى الأم ماذا؟ جمع من الإخوة، تعطى الثلث، ثلث، والأب يعطى الباقي. إن كان له أختان أخوان أولا تعطى السدس على المشهور، مع أنهن مع أن هذان مع أن هذين الأخوين محجوبان بالأب. طيب لو أنه هلك عن أم وأب وأختين، ليس إخوة، انتبه الإخوة معصبون، مات وهلك عن أختين، فكم ترث أمه؟ السدس. يعني احنا قلنا جمع من الإخوة أو الأخوات، لا ننظر وارثين أو غير وارثين، هذه يجب أن ينتبه لها القضاة. فمن الإنهاءات الموجودة في محاكم الأحوال الشخصية وهي مسألة الإنهاء بحصر الورثة، يحصر الورثة ويذكر أيضا من يؤثر في قسمة التركة وإن لم يكونوا ورثة، يجب أن يذكر الإخوة وعددهم. بعض الذي يبتدئ في القضاء يتساهل فيقول إن الإخوة ليسوا ورثة فلا يذكرهم في حصر في الإنهاء، يسمونه إنهاء لأن ليس فيه خصومة، فلا يذكر في الإنهاء وجود الإخوة، فيأتي القاسم بعد ذلك فيخطئ. ولذلك يجب الانتباه لهذه المسألة، وخاصة لي يعني طلبة أو المعتنين بالقضاء. نعم. لكن لها ثلث الباقي في العمريتين وهما أبوان وزوج أو زوجة. نعم. قال الأم أحيانا لا ترث الثلث وإنما ترث شيئا آخر شبيه بالثلث اسمه ثلث الباقي، وجد فيه شروط السابقة، ولكنه لم تعطى الثلث المال كله وإنما أعطي الثلث الباقي موافقة لظاهر القرآن، وهي في مسألة العمريتين، لأن عمر قضى فيهما، الأولى أب وزوج أو زوجة، أب وأم وزوج، والثانية أب وأم وزوجة. نبدأ بالأولى، أب وأم وزوج، الزوج كم يأخذ؟ النصف. الباقي كم؟ النصف الباقي. نقول نعطي الأم ثلث الباقي، كم ثلث النصف الباقي؟ يعادل السدس.
فأعطيناها السدس وجعلنا للأب الباقي ويعادل كم؟ الثلث، لأن الأب يجب أن يأخذ ضعف مال الأم، لأن لو أعطينا الأم الثلث كان نصيب الأب السدس، فكان نصيبه أقل من الأم، وهذا غير مقبول. فلذلك أعطيناها ثلث الباقي موافقة في التسمية لظاهر القرآن. لو أن رجلا، وهذه العمرية الثانية، لو أن رجلا هلك عن أب وأم وزوجة، فالزوجة تأخذ كم؟ الربع، الباقي كم؟ ثلاثة أرباع. نقول وتعطى الأم ثلث الباقي، كم ثلث ثلاثة الأرباع؟ لا يا شيخ، ثلاثة أرباع كم فيها من ربع؟ ربع. فأعطينا الأم الربع حقيقة، وأما فرضا فهو ثلث الباقي. كم بقي؟ نصف، النصف للأب. فكان الأب طبعا يرثه فرضا، يعرثه تعصيبا، فحينئذ نقول إن الأب هنا ورث ضعف مال الأم. إذن ففي مسألة العمريتين ورثت الأم ثلث الباقي ولم ترث ثلث المال، نعم، وقد أجمع عليها الصحابة. قال رحمه الله: والسدس فرض سبعة، الأم مع الولد أو ولد الابن أو عدد من الإخوة والأخوات. نعم، هذه المسألة سبقت، وهي أن الأم إذا هلك هالك عن أمه وولد، إما ولد ذكر أو ولد أنثى أو ولد ابن، ابن ابن أو بنت ابن أو عدد من الإخوة والأخوات، فإنه ينقص فرضها من الثلث إلى السدس، أي تحجب حجب نقصان. نعم، سبقت. والجدة فأكثر ما تحاذ. نعم، الجدة هنا طبعا ال دخلت على المفرد فتعم، والمراد به الجدات. والجدات سيأتي في كلام المصنف أن لا يرث عندنا إلا ثلاث جدات فقط، لقول إبراهيم النخعي كانوا لا يورثون، وأحمد كان يقوي قول إبراهيم كانوا، ويرى أنه في مرتبة عالية من حيث حكاية فعل الصحابة رضوان الله عليهم. قال فأكثر، يعني جدة أو جدتان أو ثلاث، أو أكثر إذا أدلينا بهؤلاء الجدات الثلاث فقط، مع تحاذ، أي كنا في درجة واحدة فيقتسمنا السدس. دائما الجدة لا تأخذ السدس ولا تأخذ الثلث. نعم. وبنت الابن فأكثر مع بنت الصلب. يعني لو أن رجلا هلك أو امرأة هلكت ولها بنت وبنت ابن، فالبنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تتمة الثلثين. نعم. وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين. نعم، يقول نفس الشيء، إذا هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس تتمة الثلثين. نعم. والواحد من ولد الأم، والأب مع الولد أو ولد الابن، والجد. نعم. كذلك. نعم. عندكم شيخ الواحد من ولد الأم؟ عندكم الواحد من ولد الأم؟ موجود عندك؟ طيب. قوله الواحد من ولد الأم، أنا ربما سقطت نسختي، الواحد من ولد الأم صحيح، فإن الواحد من ولد الأم يرث السدس، وهي تقدمت معنا، لأن الجمع من الولد الأم الأخوان فأكثر يرثون الثلث، وإذا كان واحدا أخذ السدس. المسألة الثانية أو التي بعدها، الأب مع الولد، الأب مع الولد، فإن الأب، فإن الهالك إذا هلك عن أب وولد وابن أو أب وبنت، فإن الأب يأخذ السدس والباقي للولد، أو والنصف للبنت، ثم يأخذ الأب الباقي بعد فرض البنت سواء كان النصف أو الثلثين. قال أو ولد الابن، أي ابن ابن أو بنت ابن مثلها. ثم قال والجد كذلك، أي والجد يأخذ السدس كذلك إذا وجد الولد، وأما إذا لم يوجد الولد فإنه يدخل في مسألة مشركة التي سيذكرها المصنف بعد قليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل رحمه الله تعالى يتكلم عن ميراث الجد مع الإخوة. وقبل أن نتكلم عن هذا الباب، الجد مع الإخوة هذه المسائل الدقيقة نوعا ما، مع سهولتها لمن عرفها، وقد ضبطها العلماء بطرائق متعددة، ولكن أريدك أن تعلم مسألة، أن الذي عليه العمل عندنا في المحاكم هو الرواية الثانية، وقد اختارها جمع من أهل العلم، ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائه من بعده، واختيار الشيخ تقي الدين وغيرهم، أن الجد
مع الإخوة إذا كانوا في فريضة واحدة فإن الجد يحجبهم، وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم، فإن الجد يحجبهم ولا يرثون شيئا. نعم. والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لآب كأحدهم. نعم، قول المصنف هنا والجد مع الإخوة مع الإخوة والأخوات، قول والأخوات أو هنا ليست بمعنى الجمع المطلق، فقد تكون كذلك وقد تكون باب المغايرة، فقد يجتمع في الفريضة جد وإخوة وأخوات، وقد يأتي الجد مع الإخوة فقط أو الأخوات فقط. فوالواو هنا إذن لها معنيان وكلاهما صحيح، وكلاهما صحيح، قد تكون بمعنى المغايرة فتكون بمعنى أو، وقد تكون لمطلق الجمع، وكلاهما صحيح. قال والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب، لأن الإخوة لأم إنما يرثون فرضهم ولا يقاسمهم الجد. قال كأحدهم أي يقاسمهم، وقول المصنف لأحدهم عبارتها فيه إطلاق ويجب تقييدها، لأنه في أحيان كثيرة لا نعطي الجد المقاسمة وإنما نعطيه الثلث حيث كان الثلث أحظ له. ولذلك نقول فإن قول المصنف كأحدهم أي أحيانا لا دائما، أو نقول كأحدهم إذا كانت المقاسمة أحظ له، وإن كان الثلث أحظ أعطي الثلث ولم يكن كأحدهم بل يعطى الفرض، وسيأتي ذلك في تفصيل كلام المصنف. نعم. فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين، المقاسمة أو ثلث جميع المال. نعم، يقول إن لم يكن معه أي معه ومع الإخوة الأشقاء أو لأب صاحب فرض كزوجة مثلا ونحوها، طبعا غير البنت، لأن البنت إذا كانت موجودة حجبت الأخوات كما تعلمون أو البنات. نعم. قال إن لم يكن معه صاحب فرض فله خير الأمرين المقاسمة أي أن يقاسمهم فيكون كأحدهم، فيعطى سهمين وتعطى الأخت سهما ويعطى الأخ سهمين، فيكون له سهمان أي الجد، والذكور من الإخوة له سهمان والإناث لهن سهم، هذا تسمى المقاسمة. أو ثلث جميع المال، فينظر ما هو الأحظ من المقاسمة أو ثلث جميع المال فيعطى. نعم. وإن كان معه صاحب فرض، الأولى ليس معه صاحب فرض، هنا معه صاحب فرض. وإن كان فله خير ثلاثة أمور. نعم، يخير بين ثلاثة أمور، ما هو الأخير، الأخير وليس التخير مطلقا، وإنما هو الأخير والأحظ له. نعم. المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو سدس جميع المال. نعم، ينظر ما هو الأخير له والأكثر، المقاسمة بأن يكون كأحدهم، أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو سدس جميع المال، ولها قاعدة ذكرها العلماء لكن يعني نوجز في ذكرها فإنها مفصلة في كتب الفرائض. نعم. فإن لم يبق غيره أخذه وسقطوا. نعم، قال فإن لم يبق غيره، من أهم الأمور لطالب العلم في المختصرات الفقهية أن يعرف ما هو عود الضمائر إليه، والعلماء يتعمدون مقصود، وجدت بعضهم نص على هذا المقصد، أنهم يجعلوا في المختصرات ضمائر كثيرة، يعنون بذلك لكي يجهد طالب العلم ذهنه في عود الضمائر وفي فهم المسائل، فلا يكون المتن مفهوما من البداية بل لابد أن يعيد ويتأمل لما يعود الضمير. ولذلك فإن عود الضمائر مهم، ومن أهم أغراض الشروحات على المتون بيان الضمير لما يعود. فقوله فإن لم يبقى غيره، الضمير هنا يعود للسدس، أي حيث لم يبقى غير السدس أخذه، أي أخذه الجد، وسقطوا أي سقط الإخوة ولم يرثوا شيئا إلا في الأكدرية، هذه الأكدرية هي التي كدرت على زيد رضي الله عنه أصوله، والإمام أحمد رجح مسألة التشريك بين الجد والإخوة، قال لأنه قول زيد، أحمد أحيانا رجح قول زيد وهو الأغلب في باب الفرائض، وأحيانا رجح قول ابن عباس وهي إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب. نعم، قال الأكدرية لها صورتان،
قال زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو أخت لأب. الزوج هنا كم يرث في الأكثرية؟ كم يرث؟ انظر معك الكتاب، السدس النصف، أحسنت. والأم ترث ماذا؟ الثلث. والجد السدس. والأخت الشقيقة أو الأخت لأب ترث ماذا؟ النصف. المصنف حلها في السطر الذي بعده، لكن لننظر من كم تصح المسألة. فيها سدس وفيها نصف وفيها ثلث، فتصح من ستة. انظروا معي، نصف الستة كم؟ ثلاثة، فالزوج له ثلاثة. وثلث الستة كم؟ اثنان، فالأم لها اثنان. وسدس الستة كم؟ واحد، فالجد له واحد. ونصف الستة كم؟ ثلاثة، فالأخت الشقيقة أو الأخت لأب لها ثلاثة، فالمجموع كم؟ تسعة. إذن فالمسألة من ستة، أصل المسألة من ستة، ثم تعول إلى تسعة، وهذا معنى قول المصنف. فللزوج نصف أي ثلاثة من ستة، وللأم ثلث اثنان من ستة، وللجد سدس واحد من ستة، وللأخت نصف ثلاثة من ستة، فتعول أي المسألة إلى تسعة، أصلها من ستة ثم تعول إلى تسعة، عرفنا كيف. قال ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما. قلنا قبل قليل أن نصيب الجد كم؟ سدس واحد، ونصيب الأخت نصف ثلاثة، فنجمع الواحد والثلاثة فيكون أربعة، فنقسم هذه الأربعة بين، في الأصل أصل المسألة الجد له واحد والأخت لها ثلاثة، نجمعها ثم نقسمها بين الجد والأخت، للجد سهمان وللأخت سهم واحد، إذن رؤوسهم كم؟ ثلاثة، وفريضتهم أربعة، فلا تنقسم عليها بل بينهما مباينة، فحينئذ تصح من كم؟ تسعة في ثلاثة، أليس كذلك؟ فحينئذ تصح من سبعة وعشرين. نصيب الزوج ثلاثة في ثلاثة فتكون تسعة، ونصيب الأم اثنان في ثلاثة ستة من سبعة وعشرين، ونصيب الجد والأخت كم؟ الجد والأخت أربعة في ثلاثة كم صار؟ اثنى عشر. اقسمه على ثلاثة لأن رؤوسهم ثلاثة، أربعة، فنصيب الأخت أربعة ونصيب الجد ثمانية، انحلت المسألة. هذه كلام المصنف. قال المصنف ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما، أي بين الجد والأخت الشقيقة أو لأب، وهو أربعة على ثلاثة. أربعة أي نصيب فرض، أي فرض الجد والأخت معا، وعرفنا كيف جاء وهو أربعة. على ثلاثة، الثلاثة هي الرؤوس، فهنا مباينة بينهما، فلا بد أن تضرب أصل المسألة بعدد الرؤوس. قال فتصح من سبعة وعشرين، لأن أصل المسألة ستة وعالت إلى تسعة، فتضرب ثلاثة وهي الرؤوس بتسعة فتكون سبعة وعشرين. طبعا لم يكملها الباقي المصنف، وبينتها لك لوضوحها لأن طالب العلم واضحة عنده. نعم. قال ولا يعول، ولا يعول، ولا يعول في مسائل الجد، ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها. نعم، يقول لا يوجد مسألة فيها جد، خذ هذه قاعدة، كل مسألة فيها جد لا عول إلا هذه المسألة فقط، وهي المسألة الأكدرية. كذلك الأخت لا يفرض فيها مع الجد ابتداء إلا في هذه المسألة، والغالب أن كل مسألة فيها أخت مع الجد فإن الجد لا يقاسمها، وإنما يأخذ إما ثلث الباقي أو سدس جميع المال، لأن الأخت يكون فرضها النصف، فإنها الحالة الثانية لها الخيار، فلا مقاسمة هنا إلا في هذه المسألة. نعم. وإذا كان مع الشقيق ولد أب عده على الجد. نعم، يعني عده أي عاده، فسمى المسألة المعادة. طبعا محل ذلك حيث احتيج إلى عده، وإن لم يحتج فإنه لا يعد عليه. نعم. ثم أخذ ما حصل له وتأخذ أنثى. مش معنى المعادة؟ يعني يدخل معه في العدد عند المقاسمة، ولكنه لا يرث لأن ولد الأب محجوب بالشقيق، وهذا معنى قوله نعم. ثم أخذ ما حصل له وتأخذ أنثى لأبوين. نعم، ثم أخذ ما حصل له أي لولد الأب،
نعم. وتأخذ أنثى. وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها والبقية لولد الأب. نعم. إذا عد معها، وذلك إذا كان الشقيق أختا واحدة فقط، ليس جمعا من الأخوات وليس معها ذكور، فإنه في هذه الحالة نعطيها النصف فرضها كاملا، وما فضل عن فرضها فإنه يعطى لولد الأب سواء كان ذكرا أو أنثى، ثم بعد ذلك يكون المعادة على الجد. ومسألة المعادة هذه من المسائل المستثناة مما سبق، وهي المسائل المشهورة عند أهل العلم ويسمونها الزيديات الأربع، هي مسألة الزيديات الأربع مشهورة جدا يعني، وينبني عليها أيضا تفريعات أخرى مشهورة في محلها. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم. بدأ المصنف هذا الفصل يذكر أحكام الحجب، وهو نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان. طبعا وذكر المصنف هنا فقط حجب الحرمان ولم يرد حجب النقصان، لأن حجب النقصان أورده أورد أغلب أحكامه عندما ذكر الفروض هناك. نعم. حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد. نعم. هذه قاعدة يجب أن تعرفها لكي لا تخطئ. الزوجان والأبوان والولد، وهو الذكر والأنثى منهما، لا يدخل عليهم حجب حرمان أبدا، بل لا بد أن يرثوا من الهالك، وإنما يمنعون من الإرث بقتل أو رق أو اختلاف دين فقط. نعم. قد يدخل عليهم حجب النقصان، لكن لا يدخل عليهم حجب الحرمان أبدا، فهؤلاء الثلاثة لا بد أن يرثوا جميعا، وهم الزوجان والأبوان والولد. الزوجان الزوج والزوجة، واضح. الأبوان الأب والأم فقط دون الجد والجدة، فإنهم يحجبان حجب حرمان. والمراد بالولد أي ولد الصلب، وأما إن نزلوا فإنهم يحجبون بولد الصلب كما تعلمون، فإن ولد الابن محجوب بالابن. نعم. ويسقط الجد بالأب. نعم. هذا بدأ بأن الأب يسقط، بأن الجد يسقط إرثه ويحجب بوجود الأب. نعم. وكل جد وابن أبعد بأقرب. نعم. وكذا وكل جد بأبعد بجد أقرب، فأبو أبي الأب محجوب بأبي الأب، ومثله الابن الأبعد محجوب بالابن الأقرب، فابن ابن الابن محجوب بابن الابن، ولو لم يكن أبا له بل قد يكون عما، فحينئذ يكون محجوبا به. نعم. وكل جدة بأم. قال وكل جدة بأم، تعبير المصنف بقوله وكل جدة بأم يدلنا على أن هذه الجدة قد تكون مدلية بالأم وقد تكون غير مدلية بها. صورة ذلك: أم الأم ترث، فإذا ولدت بنتها وهي الأم فإنها تحجب بها. أم الأب ترث، لكن إذا وجدت أم الميت وهي لم تدلي بها بل لا تقرب لها حجبتها. وهذا معنى قول صنف كل جدة بأم، بأم أي سواء كانت أدلت بها أو لم تدلي. نعم. والقربة منهن تحجب البعد مطلقا. نعم. قال القربة منهن تحجب البعد مطلقا، أي سواء كانت قد أدلت بها أو لم تدلي بها. مثال ذلك: أم مع أم أب، الإرث لأم الأب دون أم الأم، لأنها أنزل منها بدرجة. نعم. لا أب أمه أو أم أبيه. طيب. لا الأب أمه. نعم. عندي لا الأب أمه. لا الأب أمه، يعني أن الأب لا يحجب أمه، فالجدة ترث وإن كان ابنها حيا، لأنها لم تأخذ فريضته وإنما تأخذ فريضة الأم. وقد جاء من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة وابنها حي، فابن الجدة لا يحجبها وإنما يحجبها أم الهالك. نعم. وأم أبيه نفس الشيء. نعم. يعني أم أبيه مثل ماذا؟ يعني هلك هالك عن أب، وأم أبي أب، فإن أم أبي الأب ترث السدس والأب يرث فرضه، ولا يحجبها حجب حرمان ولا نقصان أيضا. نعم.
ولا يرث إلا ثلاث إلا ثلاث. نعم، ولا يرث إلا ثلاث، أي ثلاث جدات. هنا طبعا ذكر العدد لأن التمييز مؤنث وهو الجدات. دليله ما ذكرت لكم قبل قليل قول إبراهيم النخعي، ومن أصول استدلال أحمد الاستقرائية أن أحمد يعظم قول إبراهيم النخعي كانوا أو فعلوا ونحو ذلك. وأنتم تعلمون الخلاف المشهور عند الأصوليين أن التابعي إذا قال كانوا هل هو محمول على السنة أو قول الصحابي، أو متردد بين كونه قول صحابي أو تابعي. وفيه روايتان عن أحمد في هذه المسألة، مشهور في كتب الأصول. لكن أحمد يرى أن إبراهيم النخعي من الورع والعلم في آثار الصحابة ليس كغيره، ولذلك يعني له كلام كثير في مرسلات إبراهيم. نعم، قال إلا ثلاث جدات فقط دون من عداهن، وهي أم الأم وإن علت أمومتها كأم أم أم الأم، وأم الأب وإن علت أمومتها يعني كذلك، يعني أم أم الأب، وأم أبي الأبي وإن علت أمومتها كأم أم أم أبي الأبي. وأما إن زاد أب في هذه الجدات فإنها لا ترث. نعم، أم أم وأم أب وأم أبي أب وإن علونا أمومة، ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلث السدس. يعني لو كانت الأم تدلي بقرابتين، هي أم أم أم، وفي نفس الوقت هي أم أبي أب، وورثت معها جدة أخرى هي أم أم أب، فنقول إن الأولى ترث سهمان، وأم أم الأب ترث سهما من السدس. نعم. ويسقط ولد الأبوين بابن وإن نزل. نعم، ولد الأبوين المراد به الأخ الشقيق. نعم، بابن أي ذكر وإن نزل. طبعا لأن لو كانت أنثى قد تعصب تعصيبا مع الغير. نعم. وأبن. وأبن، نعم، لأن الأب يحجب الأخوات. نعم. وولد الأب بهؤلاء وأخ لأبوين وابن. نعم، ولد الأب المراد به الأخ لأب أو الأخت لأب، بهؤلاء بمن تقدم، وبأخ لأبوين. نعم، واضح. وابن أخ بهؤلاء وجد وولد الأم بولد وولد ابن وإن نزل. نعم، لأنه أبعد درجة وأبعد أيضا جهة، فإن من الجهات الأخوة أبعد من جهة الأبوة، وذلك فإن الجد يحجب ابن الأخ إضافة لمن سبق. قال وولد الأم وهو الإخوة لأم ذكرا كان وأنثى محجوب بالولد، وولد الإبن، وهذا معنى قول الله عز وجل يورث كلالة، أي ليس له فرع وارث سواء كان ذكرا أو أنثى. قال وإن نزل وأب وأبيه، أيضا الكلالة من ليس له فرع وارث ولا أصل أب. وإن على، نعم، وأب وأبيه وإن على. نعم. ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب. نعم، يقول الشيخ ومن لا يرث لمانع فيه فإنه لا يحجب. قول المصنف لمانع تحتمل معنيين، ونحمله على الأول دون الثاني وإن كان قد يستخدم الثاني. المعنى الأول أن يكون مراده لمانع أي من موانع الإرث المذكورة في أول الباب، وهي الرق واختلاف الدين والقتل، وهذا هو مراد المصنف. الاحتمال الثاني أن يكون مراده بقوله لمانع أي لكل سبب جعله لا يرث، فدخل في ذلك أن يكون محجوبا. فحينئذ نقول لو كان هو هذا المعنى لما صح على مشهور المذهب. لما؟ لأن المذهب يرون أن الإخوة أو أن جمع الإخوة يحجبون غيرهم حجب نقصان مع أنهم لا يرثون. وهذه مسألة مهمة، لأن بعض الشراح نسب لبعض العلماء أنهم يختارون الرواية الثانية في المذهب أن الجمع من الإخوة لا يحجب أم حجب نقصان بناء على عبارة شبيهة بهذه، وإنما توجه بأن المراد بالمانع أحد الموانع الثلاثة فقط لا مطلق المنع. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم، هذا الفصل في التعصيب دليله حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح، فما أبقت الفروض أعطوا الفرائض لأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. وهذا الحديث أصل في هذا الباب قاله جماعة من أهل العلم.
والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض. نعم، العصبة أي المعصبون الذي سيذكرهم بعد قليل أو سيشير لهم المصنف بعد قليل. قال يأخذ ما أبقت الفروض، بدأ يتكلم المصنف عن النوع الأول وهم العصبة بالنفس، لنعلم أن التعصيب ثلاثة أنواع، يجب أن تعرف هذه الأنواع الثلاثة. عصبة بالنفس، وهذا خاص بالذكور فقط، لا يرث لا يدخل فيه غيرهم. النوع الثاني عصبة بالغير، وهذا يكون في الذكور والإناث معا، فيجتمع ذكور وإناث معا فيها. النوع الثالث عصبة مع الغير، وهذا خاص بالإناث فقط. إذن التعصيب ثلاثة أنواع، احفظوها: تعصيب بالنفس وبالغير ومع الغير. بالنفس للذكور فقط لا يرث به إلا ذكور فقط، بالغير يرث به الذكور والإناث معا، فالأنثى ورثت بغيرها وهو الذكر الذي معها. عصبة أو تعصيب مع الغير خاص بالإناث لا يرث به إلا الإناث. نعم فضل. وإن لم يبق شيء سقط مطلقا. نعم، يقول وإن لم يبق شيء سقط مطلقا، أي لا يرث الذي يرث بالتعصيب شيئا مطلقا حيث لم يبق له شيء. نعم. وإن انفرد أخذ جميع المال. قال وإن انفرد أخذ جميع المال، انفرد أي حيث لا توجد فريضة، فلا يوجد صاحب نصف ولا ربع ولا ثمن ولا سدس ولا ثلث ولا ثلثان. لكن للجد والأب ثلاث حالات فيرثان. نعم. بالتعصيب يقول فقط. يقول الشيخ إن العصبة وهم القرابات الذكور، الأصل أنهم إذا لم يبق شيء من المال فإنهم يسقطون، لكن الجد والأب مستثنيان، فإنهم يرثون بالفرض ويرثون بالتعصيب معا، ولذلك قال إن للجد والأب ثلاث حالات فيرثان. نعم، فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن. نعم، قال الشيخ فيرثان بالتعصيب حيث لا ولد للهالك ولا ولد ابن له، فيرثان بالتعصيب، فتعطى الأم حقها والجدة حقها وغيرهم من أصحاب الفروض حقهم، ثم يعطى الأب أو الجد جميع المال. نعم، وبالفرض فقط مع ذكوريته. يعني إذا كان للهالك ولد صلب أو ولد ابن صلب لكنه كان ذكر، أي ابن صلب أو ابن صلب. نعم، وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته، يعني إذا كان للهالك بنت أو بنت ابن فأكثر. وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثن ما فضل. نعم، يقول الشيخ وأخت فأكثر، بدأ يتكلم المصنف عن التعصيب مع الغير، التعصيب مع الغير وهو النوع الثالث، وهذا خاص بالإناث، فقال وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثن ما فضل، أي حيث لم يوجد ذكر يعصبهن تعصيبا بالغير بأن يكون أخا للبنات، أو يعصب بنفسه فيرث كالأب. صورة ذلك: هلك هالك عن بنت وأخت، أو بنات وأخت، فاقسم لي المسألتين. تعصيب مع الغير سهلة، هذه من أسهل مسائل. البنات يأخذنا الثلثين، والثلث تأخذه الأخوات تعصيبا مع الغير، بس سهلة جدا. في حديث مسعود وغيره، أو حديث أبي موسى لما قال قد هلكت إذن. نعم، والابن وابنه. نعم، قوله والابن وابنه والأخ لأبوين إلى آخره، هذا هو النوع الثالث من التعصيب، وهو التعصيب بالغير، أي ذكور وإناث معا. يقول الابن وابنه والأخ يعصبون أخواتهم. لو هلك هالك عن ولد ذكر وبنت، ورث ابنه وبنته المال تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، نقصوا أو زادوا. وابنه ابن الابن مع من في درجته أو أعلى منه كذلك. والأخ لأبوين مع أخواته إذا كنا كذلك شقائق، أو
الأخ لأب فإنه يعصبهن كذلك. قال فلذكر مثل ما لأنثى، أي له سهمان وللأنثى سهم. نعم. ومتى كان العاصب عما ومتى كان العاصب عمن أو ابنه أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته؟ نعم، هذه مسألة واضحة جدا. يقول هؤلاء الفرق بينهم وبين السابقين الذين عصبوا بالغير أن هؤلاء أخواتهم لسنا من ذوي الفروض، من ذوي الإرث، لا فرضا ولا تعصيبا، ليسوا من الوارثات وإنما هم من ذوي الأرحام. يقول ومتى كان العاصب عمن، أخت العمن عمة، والعمة لا ترث لا فرضا ولا تعصيبا، فإنه يرث وحده ولا ترث أخته معه شيء. أو ابنه، ابن العم أخته من؟ بنت عم، فليست من الذين يرثون لا فرضا ولا تعصيبا. وابن الأخ أخته بنت أخ لا ترث لا فرضا ولا تعصيبا كذلك. قال انفرد بالإرث دون أخوات لأنهن لسن وارثات لا بالفرض ولا بالتعصيب. طيب، هنا مسألة يعني نكتة يذكرها العلماء. يقول العلماء إن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام الذي سيتكلم عنه المصنف بعد ذلك عندما يتكلم عن ميراث ذوي الأرحام، فهن لا يرثن ولا يورثن إلا العمة، فالعمة لا ترث من ابن أخيها لأنها ذات رحم، ولكنها تورثه. ما صلة قرابته لها؟ ما صلة قرابته لها؟ ابن الأخ، هل ابن الأخ يرث فرضا أم تعصيبا؟ تعصيب. إذن العلماء لكي يفهم الواحد هذه المسألة قالوا نكتة، قالوا العمة مسكينة فيسمونها العمة المسكينة عكس بنت العم. بنت العم لا ترث ولا تورث، أيضا بنت الأخ لا ترث ولا تورث، لكن العمة لا، بنت الأخ تورث لأنه عم، لكن العمة تورث ولكنها لا ترث، ويسمون العمة المسكينة. الخالة لا ترث ولا تورث. نعم. نعم. وإن عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا. نعم، قال وإن عدمت عصبة النسب الذين يدون إليه بقرابة الذكور ورث المولى أي المعتق، وذلك قال المولى المعتق على وزن اسم فاعل، لأن تعرفون المصدر الميمي إذا كسر ما قبل الأخير فهو اسم فاعل، وإن فتح فهو اسم مفعول، وهنا يجب أن يكسر ما قبل الأخير فتقول المعتق. ورث المولى المعتق مطلقا، قول المصنف هنا مطلقا أي سواء كان المولى ذكرا أو أنثى، وسواء كان بالغا أو غير بالغ، وسواء اعتقه لكفارة أو اعتقه اختيارا، وسواء اعتقه بتدبير أو عفوا اعتقه بمكاتبة أي بمال، أو اعتقه مجانا لأي سبب من أسباب الاعتاق. نعم. قال ثم عصبته الذكور، أي عصبة المولى المعتق الذكور الأقرب، فالأقرب كالنسب، انظر للجهة والدرجة كذلك والقوة أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل أصول المسائل سبعة. نعم، هذه مسألة أصول المسائل مهمة جدا، لأنك عندما تقسم التركة لا بد أن تنظر لأصل المسألة، ولا يمكن أن تستغني عنها بالكسور، لأنك إذا عرفت أصل المسألة قد تعول المسألة أو يكون فيها رد، والكسور حينئذ لا تكون وافية بالغرض. إذن فمعرفة أصول المسائل مهم جدا. نعم، بعض أو كثير المسائل لا عول فيها ولا رد فتغنيك معرفة الكسور، فالأم لها الربع، فالزوجة لها الربع مثلا أو النصف، تأتي للتركة تقول لها الربع قسمة أربعة وانتهينا. لكن في كثير من المسائل فيها رد أو فيها عول، فحينئذ لابد أن تعرف أصل المسألة. أصل المسألة هي التي يخرج منها عدد القسمة المسائل ابتداء أولا، ثم بعد ذلك ينظر فيها في التصحيح. العلماء لكي يبسطون ويسهلون على طالب العلم أصول المسائل قالوا إنه لا يمكن أن تكون هناك للمسائل أصول إلا سبع، فإن خرج لك أصل غير هذه السبع فأنت مخطئ قطعا. إذا لما قال المصنف إنها سبع لكي إذا خرج لك أصل مسألة غير هذه السبع فإنها خطأ،
ما هي الأصول السبع؟ هي مأخوذة من الفرائض. النصف اثنان، الثلث ثلاثة، الربع أربعة، السدس ستة، الثمن ثمانية، صح؟ باقي عندنا بس أبغى أجيب لك مما تخرج. سدس وربع من اثني عشر، ثمن وسدس من أربعة وعشرين. إذن خمسة من هذه الأصول هي مأخوذة من الفرائض، وأصلان عند اجتماع أكثر من فريضة، وهذه افهمها واحفظها. غير هذه الأصول الستة، طلع لك 25، طلع لك 9، طلع لك 10، غلط. مسألة العول مسألة أخرى. طيب، قال أربعة لا تعول، هذه سهلة، ثم سنأخذ العول بعد قليل. وهي أربعة لا تعول، وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع. نعم، قال المصنف هي ما فيه فرض، فرض واحد، كل مسألة ليس فيها إلا فرض واحد مع معصب فهي من هذه الأربع، زين، أو فيها فرضان من نوع واحد، سدس مع سدس ونحو ذلك. نعم، فنصفان. قال فنصفان، هلك هالك مثلا عن زوج وبنت، صح؟ خطأ، مصيبة يا شيخ. عن زوج وأخت، عن زوج وأخت. لماذا قلنا أن خطأ زوج وبنت؟ البنت، نعم، زي ما تفضل الشيخ، البنت تحجب الزوج حجب نقصان فيكون ربعا، فنقول زوج وأخت، للزوج نصف وللأخت نصف. المسألة من كم؟ أصل المسألة من اثنان، من اثنين، للزوج واحد للزوج واحد وللأخت واحد، سهلة. طيب، أو نصف والبقية، هذه سهلة. من يأتي بمثالها؟ مثال آخر غير الزوج؟ لا، ابن، لا، نعم، بنت وعم. باقي مثال ثالث، من يأخذ النصف؟ أخت شقيقة أو أخت لأب، مع عم، مع ابن عم، اختر أي قريب. طيب، من اثنين. المسألة الثالثة قال وثلثان أو ثلث والبقية من ثلاثة، مسألة فيها ثلثان وباقي. أعطوني مسألتين، لا أريد مسألة واحدة. غيرك شيخ حسن، ثلثان وباقي. شيخ مسعود، أختان وأب. طيب، مسألة أخرى، هو قال أختان ولا قلت أبنتان؟ أنت قلت أختان وعم، بنتان وعم، أحسن. هذه ثلثان وباقي، ثلث وباقي كثير أيضا. نعم، طب ثلث وباقي، يلا أعطونا ثلث وباقي، يلا من يأتيني بثلث وباقي؟ أريد شخصا جديدا. نعم، سم، أم وأب، صح. مثال آخر، من يأخذ الثلث إذا كانوا جمعا؟ ولد الأم، واختر أي معصب. أحسنت، نعم. وربع والبقية من أربعة، هذه سهلة، لا يوجد لها إلا مثال واحد أو مثالان، لا، مثال واحد، الزوج مع الأم، لا، ما تجي، لها مثالان، زوج مع ابن أو زوجة مع أي معصب. قال أو مع النصف، يعني ربع مع نصف. من يأتي بمسألة فيها ربع ونصف؟ هذه سهلة، زوج وبنت، أحسنت، زوج وبنت. مثال آخر، زوجة وأخت، لا تجيب بنت، وأخت شقيقة أو لأب، أحسنت. قالوا الثمن والبقية، هذا رجل هلك عن زوجة، سهل. أو مع نصف، أيضا هذا سهل. نعم، وثلاثة تعول. طيب، وهي ما فرضها نوعان. خلنا نبدأ بالعول. العول ما هو؟ أن تقسم الفرائض قسمة كما أوجب الله عز وجل، ثم نصحح، ثم نخرج أصل المسألة، فإذا أعطينا كل صاحب فرض نصيبة وجمعنا الفرائض وجدناها أكثر من أصل المسألة، هذا الذي يسمى عول، بمعنى أنه تزيد الفرائض عن أصل المسألة. والعول
حكي الإجماع عليه، لأن الصحابة قضوا به خالف ابن عباس، وقيل إن ابن عباس رجع لقولهم، وقيل أيضا أن الإجماع انعقد بعد عهد الصحابة عليه. قلت قيل لماذا؟ لأن بعض من أهل العلم كابن كثير في كتابه أظن في المسند، أظن في المسند أو في غير مسند الفاروق، قال إن هذا الإجماع غير صحيح، وذكر بعض من أهل العلم رأوا عدم العول، ولكن قلت وقيل إنه إجماع. طيب، إذن العول هو أن تزيد الفروض عن أصل المسألة. العلماء لكي يضبطوا معك المسألة قالوا إن ليست كل أصول المسائل يكون فيها عول، وإنما ثلاثة أصول فقط هي التي تعول، وهي ما فرضها نوعان فأكثره فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة، وتعول إلى عشرة شفعا ووترا. نعم، قال فنصف مع ثلثين مثل زوج وأختان، زوج نصف وأختان ثلثان، هذه تكون من ستة. قال أو ثلث، يعني نصف مع ثلث مثل زوج وأخوات لأم، نعم وأخوات لأم وأخوات لأم، أو سدس أخت لأم، فإنها تكون من ستة. وتعول قد يكون معهم أصحاب فروض غير هذين صاحبي الفرض، فتعول حينئذ إلى عشرة شفعا ووترا، فقد تعول سبعة أو تعول إلى ثمانية وتسعة وعشرة. إن جاءت عندك مسألة أصلها ستة وعالت إلى أكثر من عشرة فأنت مخطئ، اجزم بذلك. نعم. وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من اثني عشر. نعم، الأصل الثاني الذي يعوله اثنى عشر ويخرج من ربع وثلثين أو ربع وثلث أو ربع وسدس، هذه تكون من اثني عشر، لأن الربع والثلث بينهما تباين، الأربعة والثلاثة وهو مقام الكسر بينهما تباين، فحينئذ لابد أن يكون من اثني عشر. وتعول إلى سبعة عشر وترا، يعني فقط تعول إما إلى ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر. نعم. وثمن مع سدس أو ثلثين أو هما من أربعة وعشرين، وتعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين. نعم، لابد أن ليس الأربع وعشرين لا تعول إلا عولا واحدا إلى سبعة وعشرين. الثمن أي لابد أن تكون فيه زوجة، 24 لابد أن يكون فيه ثمن وهو خاص بالزوجة. نعم. وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين. هذه مسألة الرد عكس العول. هلك هالك عن بنت وبنت ابن، فنقول إن البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، سدس ونصف، فأصل المسألة من كم؟ سدس ونصف من ستة. النصف كم؟ ثلاثة. والسدس كم؟ أربعة. واحد، فيكون مجموع أربعة. ابحث عن معصب، لم نجد لهؤلاء معصب، فنقول يرد عليهن، أصل المسألة من ستة ثم تكون ردا من أربعة، فتأتي لأصل المسألة فتشطب على ستة وتجعلها أربعة، تنحل المسألة. إذا معرفة أصل المسألة مهم، وخاصة في العول وفي الرد. قال إلا الزوجان فإنه لا يرد عليهما، الزوج والزوجة لا يرد عليهما، بل يعطى فرضه وما فضل ولم يكن له وارث إلا واحد من أصحاب الفرائض فيرد إليه. هلك هالك عن زوجة وبنت، فللزوجة فرضها وهو الثمن وللبنت النصف، ولا يوجد معصب فيرد لها الباقي، أي يرد للبنت دون الزوجة. هلك هالك عن زوجة فقط أو زوج فقط، فالزوج أو الزوجة يأخذ نصيبه ولا يرد له الباقي، وإنما يأخذ الباقي ويوضع في بيت المال، ليس إرثا وإنما حفظا. وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته. نعم، هذه المسألة قسمة التركات. قسمة التركات هذه تستطيع أن تستغني عنها الآن بسهولة جدا عن طريق الآلة الحاسبة، الآن تستغني عنها بسهولة، لكن المصنف أشار أن طرق الحساب كثيرة جدا في قسمة التركات، وأعطانا أسهل طريقة. يقول إذا كانت المسألة بعد التصحيح يمكن نسبتها إلى المال، المال المورث. نحن قلنا قبل قليل آخر مسألة من أربعة، للزوجة واحد والبنت كم؟ ثلاثة. كم مال الميت؟ 4000 ريال. هنا ننسبها فيكون للزوجة 1000 وللبنات كم؟ 3. هذه طريقة سهلة في النسبة، وهذا معنى قوله وأمكن نسبة سهام كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته.
وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه، وإن شئت نعم قسمته يعني على غير ذلك. الضرب أن تضرب ب مثل يسمونه الكسور العشرية، فتضرب بالمقام بالبسط ثم تقسم على المقام. المقام هو أصل المسألة، والبسط هو نصيب كل وارث. نفس الفكرة تماما، هي نفس الفكرة. قال وإن شئت، وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. القسمة كثيرة بالنسبة المئوية عن طريق الآلة الحاسبة، الطرق كثيرة في القسمة، ولذلك باب القسمة سهل جدا ولا حاجة له مع وجود الآلات الحاسبة، شبه لا حاجة له. لأن المشايخ قديم تذكرون كانوا يعلمون القراريط 24، أغلب الكتب الفقهية قديم أقسم على 24، بعد ما تنتهي من تصحيح المسألة يقسم على القراريط على 24، فله نصف قيراط. لماذا قسموا على القراريط؟ لأن القراريط فيها ثمن وفيها سدس وفيها ثلثان وفيها ثلث وفيها سدس، وأغلب العوام إذا حكيت في القراريط لا يفهمونها. ولذلك فمسألة قسمة القسمة بالقراريط المشهورة في كتب الفقهاء، ربما الآن بعض المدرسين يشرح بها، هذه حاجة لها أصبحت قليلة. نعم، وذلك عبارة المصنف دقيقة، إن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق فلك، كل طريق يؤدي الغرض. القسمة أهم شيء، معرفة أصل المسألة وتصحيح المسألة هذا أهم شيء، هذا أهم شيء، أصل المسألة والتصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في ذوي الأرحام. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن ذوي الأرحام، وهم الذين ليس لهم فرض وليس لهم وليسوا من أهل التعصيب. قال المصنف: وهم 11 صنفا. والمصنف ذكر النص كما هو من دليل الطالب، نقل هذه العبارة بالنص من دليل الطالب، ولكنه أخطأ فأسقط شخصا وهم العمات، فلم يورد العمة، والعمة من ذوي الأرحام، فإنما أورد 10 فقط ونسي نوعا حادي عشر، نوع الحادي عشر، مع أنه نص على الصنف في الابتداء. نعم. وهم 11 صنفا: ولد البنات. نعم، ولد البنات ذكورا أو إناثا، لصلب أو لابن. أو لابن، يعني ولد البنات لصلب، يعني ابن بنت أو ابن بنت ابن وهكذا. نعم. وولد الأخوات. ابن الأخت أو بنت الأخت. وبنات الإخوة. وبنات الإخوة من ذوي الأرحام. وبنات الأعمام. نعم، بنت العم ليست وارثة بالفرض وإنما من ذوي الأرحام. نعم. وولد ولد الأم. نعم، ولد ولد الأم أي أبناء الإخوة لأم والأخوات لأم. والعم لأم. نعم، لأنه ليس مدلم، ليس من ذوي العصبات. والأخوال والخالات. نعم، الأخوال والخالات مع أن لهم حقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن أخت القوم منهم، وقال: الخالة والدة، وجعلت الخالة مقدمة في باب الحضانة، لكنها في باب الإرث لا ترث وإنما من ذوي الأرحام. وأبو الأم. وأبو الأم أي الجد، وهو أبو أم الهالك. وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو أب أعلى من الجد. نعم، هذه ذكرناها قبل قليل، أدلت بأب بين أمين أي ليس بإناث خلص، أو أدلت بأب أعلى من الجد، لأن المذهب إنما يرث فقط ثلاث جدات، وهذا استثناؤها هي هذه المسألة، أب أعلى من الجد. ما معنى ذلك؟ أم أدلت بالأب، من هي؟ أم الأب وارثة، سبقت معنا. أم أدلت بالجد، من هي؟ أم أب الأب، وذكرناها قبل قليل. أم أدلت بأعلى من الجد، من هي؟ أم أبي الأب، لا ترث على المذهب، لأثر عبد إبراهيم النخعي رحمة الله عليه. ومن أدلى بهم. نعم نعم. وإنما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة بتنزيله. نعم، قال إذا يرث ذوي الأرحام إذا لم يكن هناك صاحب فرض. لماذا قلنا إذا لم يكن هناك صاحب فرض؟ لأنه إذا ود صاحب فرض فإنه وإن بقي شيء بعد فرضه رد إليه. وقوله ولا صاحب ولا عصبة، لأن المعصب يرد إليه المال كاملا. هنا بس يحتاج إلى عبارة تقييد كلام المصنف، قوله إن لم يكن صاحب فرض غير الزوجين، لأن ذوي الأرحام يرثون مع الزوجين، لأن الزوجين لا يرد إليهما، تذكرون ذكرناها قبل قليل. نعم، قال بتنزيلهم، هذه أهم مسألة في ذوي الأرحام. ذوي الأرحام يرثون بالتنزيل، لأن العلماء لهم طريقان في توريث ذوي الأرحام، والمعتمد عند فقهائنا أنهم يرثون بالتنزيل. كيف؟ ننظر لكل واحد من ذوي الأرحام نزل
أو أدلى بمن فيرث ميراثه. فمن أدلى بالأم يرث ميراث الأم، ومن أدلى بالأب ورث ميراثه، ومن أدلى بالابن ورث ميراثه، والبنت كذلك. فحينئذ ننظر من الذين أدلوا بهم فيرث بهم، وهذا معنى قول بتنزيلهم منزلة من أدلوا به. نعم. وذكرهم كأنثاهم كأنثاهم. نعم، قوله وذكرهم كأنثاهم محل ذلك إذا كانوا مستوين في الدرجة، وأما إذا لم يستووا فإنه يعطى من أدلوا به الميراث ويقسم بينهم. إذن فقوله وذكرهم كأنثاهم ليس على سبيل الإطلاق، وإنما حال في حال استوائهم لمن أدلوا إليه، كابن وبنت، كابن بنت وبنت بنت، فإنهم يرثون ميراث أمهم على السواء، الذكر والأنثى سواء. وهذه المسائل أيضا التي يستوي فيها ميراث الذكر والأنثى. نعم. ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول، والباقي لهم. نعم، هذه الاستثناء ذكرنا قبل قليل في مسألة الفرض. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن ميراث الحمل ونحوه. والحمل يرث ويورث إن استهل صارخا أو نعم وجد للحديث. نعم. أو وجد دليل حياته سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج. نعم، انظر معي، هذه مسألة مهمة. هذه المسألة هو المعيار في التفريق بين الحياة المستقرة وعدم المستقرة. هذا المعيار يترتب عليه أمور كثيرة: ميراث، يترتب عليه ثبوت وصية، يترتب عليه حجب لغيره، يترتب عليه مسائل كثيرة جدا. ومن نظر في الأقضية الموجودة فإن هذه المسألة كثيرا ما ترد أمام القاضي. طيب، هذا الحمل يرث ويورث، يرث ويورث ويحجب أيضا إن استهل صارخا، للحديث الذي ورد إذا استهل صارخا فقد ورث، ورث. فإذا ورث أيضا فإنه يورث إذا مات بعد ذلك. أيضا إذا استهل صارخا ترتب الأحكام عليه أنه تثبت فيه دية كاملة، وهكذا. قال أو وجد دليل حياته، دليل الحياة أي حياة المستقرة التامة. قال سوى حركة أو تنفس يسيرين. الحركة اليسيرة هذه يقولون إنها ليست دليلا على الحياة التامة، لأن المذبوح قد تقطع رأسه كاملا ويتحرك. مر على بعضنا ما شاة يقطع رأسها وتمشي، ترون هذا مع أنها ميتة قطعا. فمثل الحركة اليسيرة هذه تسمى حركة المذبوح، لا أثر لها، تتحرك طبعا تظنها تمشي، لا تمشي، وإنما هي حركة لا إرادية. أو اختلاج، الاختلاج يكون في اللحم وتحرك الذي يكون حركة المذبوح، هذه لا أثر لها فلا تدل على الحياة المستقرة. بقي عندنا مسألة أورد المصنف، قال أو تنفس يسير. التنفس اليسير عند متأخر أصحابنا لهم طريقان أو وجهان. المصنف هنا تبع صاحب الإقناع بأن التنفس اليسير ليس دليلا على الحياة المستقرة التامة، والذي ذهب له صاحب المنتهى أن التنفس ولو كان يسيرا فإنه دال على تمام الحياة، والذي يقرره الأطباء فيما سمعت، ولست طبيبا لكي لا ينسب لي ذلك العلم، أن الثاني هو الأظهر في كثير من الصور، لأن التنفس الطبيعي من غير آلة لا يكون إلا لمن كان فيه يعني حياة مستقرة. وعلى العموم المسألة تحتاج إلى الرجوع إلى أهل الطب أكثر، لكن المتأخرون لهم طريقتان، وهذا ما اختلف فيه الإقناع والمنتهى. نعم. وإن طالب الورثة القسمة وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. نعم، لأن الذكرين أو الأنثيين إذا كانوا جمعا يؤثر، فيما لو كانوا جمعا من الإخوة كان يكونوا إخوة لأم فقد يحجبون غيرهم. فحينئذ إذا طلب الورثة القسمة أو بعضهم فإنه يوقف له أي للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، ثم يعطى من طلب القسمة نصيبه. نعم. ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا. نعم، يدفع إرثه أي يدفع إرث من لا يحجبه الحمل كاملا، لأنه سواء كان ذكرا أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين لا أثر عليه. قال ولمن ينقصه أي ينقصه الحمل يعطى اليقين أي الأقل من ذكرين أو أنثيين. نعم. فإذا ولد أخذ نصيبه ورد. نعم. ما فإذا ولد أي ولد الحي
أولد الحمل حياة مستقرة أخذ نصيبه ورد ما بقي. نعم ورد ما بقي عن نصيبه وزاد فيرجعه إلى غيره. وإن أعوز شيئا رجع. وإن أعوز شيئا أي احتاج شيئا مما صرف لغيره رجع إليه رجع عليه. نعم. ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أحسن عليك. ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة. نعم يقول الشيخ ومن قتل مورثه هذه الموانع الإرث ولو بمشارك أو سبب. بمشارك بأن يشترك مع غيره المفروض نذكرها في الجناية لكن سأشير لها بسرعة. شوف عندنا نوعان في المشاركة، مشاركة بلا ممالأة ومشاركة مع ممالأة. ما الفرق بينهما؟ المشاركة بممالأة أن يشترك في الفعل بقصد العدوان، فإذا اشترك في الفعل بقصد العدوان فهي ممالأة، فإنهم يقتلون به جميعا ولو كان فعل بعضهم لا يصلح أن يكون قاتلا، هذه الممالأة. أما الاشتراك وحده فهو أن يشترك في فعل يكون قاتلا من غير قصد القتل أو من غير قصد الاتفاق على قتله، فلم يتمالأ ويتفق على ذلك، فنقول لا يقاد به إلا من كان فعله صالحا للقتل فقط. إذن فرق بين الاشتراك المحض والاشتراك مع الممالأة، وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل في كتاب الجنايات. إذن فقوله بمشاركة أي بممالأة أو بغيره حيث أثبتنا عليه القود. قال أو بسبب، مثل من يحفر حفرة فيسقط فيها غيره، هذا يسمى سبب. المتسبب إذا وجد معه مباشر فالقود على المباشر دون المتسبب. حفر شخص حفرة فجاء ثالث فدفع فيها شخصا فمات، فالقود على المباشر والمتسبب لا شيء عليه وقد يعزر. إذا لم يكن هناك مباشر فينسب الفعل للمتسبب. إذن المتسبب بالقتل ليس دائما عليه قود أو دية، وإنما يكون حيث لا مباشر. وهذا معنى قوله ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب لم يرثه إن لزمه قود. متى المشارك لا يلزمه قود؟ إذا كان من غير ممالأة وفعله لا يصلح على سبيل انفراد القتل. ومتى إذا كان بسبب لا يكون بقود لا يلزمه القود؟ إذا وجد مباشر ينسب الفعل إليه. قال أودية أو كفارة، وإذا لم ينسب له شيء من هذه الأمور الثلاثة فلا يحجب حين ذاك. نعم. ولا يرث رقيق ولا يورث. نعم قال ولا يرث الرقيق ولا يورث تقدم معنا. ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته. أي بالنسبة، فلو كان نصفه حرا ونصفه قن فإنما يرث نصف ميراث الحر ويورث نصف تركته. نعم نأخذ بسرعة باب العتق سهل. قال رحمه الله تعالى كتاب العتق. نعم بدأ المصنف بكتاب العتق وجعل العتق بعد الفرائض وقبل النكاح. أما جعله بعد الفرائض فلأن الفرائض من أسباب الإرث الولاء والولاء سببه العتق، وجعله قبل النكاح لأن أسباب إباحة البضع أمران، إما ملك اليمين وهو الذي يكون العتق تابعا له أو عقد النكاح. قال رحمه الله يسن عتق من له كسب ويكره لمن لا قوة له ولا كسب. نعم قال يسن عتق من له كسب لأن من أفضل القربات عتق القن، والشرع توسع وحث على اعتاق المماليك. وقوله من له كسب أي أن من ليس له كسب بأن كان عاجزا عن الكسب لكونه زمنا أو كبيرا في السن أو لا صنعة له فالأفضل ألا يعتق، لأنه إذا بقي في ملك مالكه أنفق عليه وجوبا، فحينئذ أفضل ألا يعتق عليه. قال ويكره لمن لا قوة له ببدنه على الكسب ولا كسب لا يستطيع أن يكتسب لأي سبب من الأسباب باختلاف الأعراف. نعم. ولا تصح الوصية به بل تعليقه بالموت وهو التدبير ويعتبر من الثلث. نعم هذه المسألة مشكلة، انتبهوا معي في هذه المسألة. هذه المسألة قيل إن المصنف أخطأ فيها. هذه المسألة فيها تقديم وتأخير. انظر معي ركزوا معي، قلت لكم من أشكال يعني من الأمور المهمة في المختصرات معرفة عود الضمائر. يقول الشيخ ولا تصح الوصية به، الضمير بقوله به يعود لماذا؟ قد يظن أنه يعود للعتق، لا ليس بصحيح، لأن الإجماع منعقد على أن العتق يجوز الوصية به،
قد يقول امرئ إن الضمير يعود للمعتق إذا اعتق، فنقول إذا لا فائدة به لأن المعتق أصبح حرا فلا يوصى به. هذا ليس لا يقوله يعني مبتدئ، ناهيك أن يقال في كتب الفقه. إذن الضمير يعود لماذا؟ يعود لكلمة متأخرة وهو التدبير، فالجملة فيها تأخير وتقديم. والصواب أن تقدم كلمة التدبير فيقول والتدبير لا تصح الوصية به، كذا ينحل إشكال، لأن اللسان العربي أن الضمير يعود للمتقدم، في لغية ضعيفة جدا في الشعر أن الضمير يعود للمتأخر ويقول يسمون ضمير الغائب وغير ذلك، لكن أفضل أو الأفصح أن يكون للمذكور المتقدم. طيب كيف التدبير لا يصح الوصية به؟ التدبير هو يعني تعليق العتق على آخر الحياة. إذا قال الشخص أنت أيها القن حر إذا مت، هذا يسمى تدبيرا، واضح؟ هذا يسمى تدبير. كيف يعلق الوصية به؟ إذا قال شخص أوصي أن يدبر عبدي فلان، نقول لا يصح، لأنه إذا مات انتقل ملك ماله لورثته وإن كان ناقصا، فحينئذ ثم بعد ذلك علق، شوف كيف علق عتق هذه الوصية على شيء متقدم فلن يتحقق، يعني علق المتأخر على المتقدم، مات فبعد وفاته تثبت الوصية، الوصية بعتقه، بعتق القن. طيب عتق القن متعلقة بموته، فعلقها بشيء متقدم غير موجود، فحينئذ لا تصح الوصية به. لكن يصح تعليقه بالموت، أي يصح أن يعلق العتق بالموت فيقول إذا علق إذا 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 مت فعبدي فلان حر، هذا يسمى تدبير. قال ويعتبر من الثلث كالوصية. نعم. وتسن كتابة من، نعم هذه الكتابة هو أن يشتري القن نفسه، فكاتبوا من علمتم فيهم خيرا. وتسن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة. نعم. وتكره لمن لا كسب له. نعم، لأن الأمانة قد يسرق لسداد النجوم التي عليه. نعم. ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. نعم. فإن أدى، قال ويجوز بيع المكاتب لأنه داخل في كونه قنا، قال ومشتريه أي مشتري المكاتب يقوم مقام مكاتبه، لحديث برير رضي الله عنه وهو صريح. صالح. فإن أدى عتق وولاؤه لمنتقل إليه. نعم، قال فإن أدى عتق أي عتق القن وولاؤه للمنتقل إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. نعم. وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله. نعم. وهي من كل مال أي ليس من الثلث، من أصل المال، وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك ولو بعضها أو محرمة عليه أو من أبيه. نعم. إن لم يكن، يقول وهي من ولدت يعني الزوج الأمة إذا ولدت من مالكه، من المالك بأن جعلها فراشا له وطئها، لكن ولدت ماذا؟ من استبانت فيه خلقة آدمي ولو خفية، ويكون معرفة الخلقة بعرضه على القوابل ولو كانت خفية، والاستبانة نقول لها حالتان أو نقول ثلاث حالات ذكرناها في باب النفاس تذكرون، إما أن يولد دون 40 أو دون 80 أو فوق 80. إن ولد دون 40 فجزما أنه لم تستبن فيه خلقة آدمي، جزما. الحالة الثانية إذا ولد بعد 80، فالأصل أنه قد استبانت خلقته إلا أن تنفى. كيف؟ نقول إذا نظر إليه القوابل فقلنا إن فيه بدء خلقة آدمي، عتقت أمه والدم دم نفاس، وإن قلنا إنما ألقت مضغة لحم فنقول لا شيء. طيب ما فائدة قولنا الأصل؟ أنه إذا خرج متمزقا، الأطباء الآن يعملون تنظيف، فنقول إذا خرج متمزقا فلم يمكن النظر إليه فنقول الأصل أنه قد استبانت خلقته لأنه ابن 80. الحالة الثالثة إذا كان بين 40 و80، فنقول على الصحيح أن الأصل أنه لم تستبن خلقته إلا أن يثبت بالقوابل، هذا الفرق ما بين 40 إلى 80 وما زاد عن 80. نعم. قال ولو بعضها يعني
الذي وطئها كان يملك بعضها فحينئذ تعتق عليه فتكون أم ولد. قال أو محرمة عليه، يعني أنها ولدت من يحرم عليه أو من أبيه. نعم. وأحكامها كامة إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد له. نعم. قال وأحكامها كأمة، أم الولد في الحياة مالكها كالأمة. استثنى المصنف من ذلك صورة واحدة، قال إلا فيما ينقل الملك في رقبتها مثل البيع والشراء والهبة ونحوها، أو يراد له كالمعاوضة ونحوها. نعم. ومن أعتق رقبة أو أعتقت عليه فله عليها الولاء، وهو أنه يصير عصبة لها مطلقة عند عدم عصبة النسب. نعم. يقول شيخ ومن أعتق رقبة أو عتقت عليه، عتقت عليه يعني من غير فعله، ويسمى العتق القهري. ومثال ذلك لو أن رجلا أعتق جزءا من قن، فإنه يسري إلى باقي القن ما دام موسرا، وأما إذا كان معسرا فقد عتق منه ما عتق، هذا أصح اللفظين. وأما لفظ وأمر العبد بالاستسعى فقد أعلها جمع من أهل العلم كالإمام أحمد وابن المديني وغيرهم، ولذلك الصحيح أنه لا استسعى، لا يؤمر العبد للاستسعاء، وإنما يعتق عليه إذا اعتق الجزء. هذا من جال. الحالة الثانية إذا ملك الشخص ذا رحم محرم أو محرم، يصح أن تعبر باللفظين، فإنه حينئذ يعتق عليه من حين الملك. فمن اشترى أباه أو أمه أو أخاه أو أخته أو ابن أخيه أو بنت أخيه أو خاله أو خالته، فما دام إذا فرض أن أحدهما ذكرا والآخر أنثى صار محرما له، فإنه حينئذ يعتق عليه بمجرد الملك. وهذا معنى قوله أو عتقت عليه، أي الرقبة سواء كان ذكرا أو أنثى، فله عليها الولاء. قد يكون الولاء له على أبيه أو ابنه، وهو أنه يصير عصبة له مطلقا، أي مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى، عند عدم عصبة النسب. وهذه تقدمت معنا في الميراث. نكون بذلك بحمد الله نهينا كتاب العتق، نكمل كتاب النكاح بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. نعم. أخونا يقول هلك هالك وترك شقيقتين وعاصب، وأقرت إحداهما بالعاصب وأنكرت الأخرى، فكيف تقسم التركة؟ عندنا مسألة النفي وعندنا مسألة الإثبات. مسألة النفي الذي عليه فقهاؤنا أن الورثة إذا نفوا المعصب فيقبل قولهم ولو لم يأتي ببينة. فلو أن بنتين جاءتا للقاضي فقلنا إن أبانا قد هلك ولا وارث غيرنا، فنقول يقبل قولهن ولو لم يأتينا بالبينة، لأن مثل هذا أمر ظاهر فيكتفى فيه بالظاهر. طيب الإثبات، إذا قالوا إن فلانا أخا لنا فأقرت به إحداهما، أي إحدى البنتين أو الشقيقتين، والأخرى لم تقر به ولم يثبت ذلك ببينة، إن استطاع أن يثبت هو ببينة أو هن استطعنا أن يثبتن ببينة فبها، وإلا فلا. فإنه حينئذ إذا لم يثبت ببينة فإنه تعطى المنكرة نصيبها كاملا، وتعطى المقرة بنصيبها إذا كان هذا الأخ موجودا معها، فتقسم بهذه الطريقة. فمثلا شقيقتان أقرتا بأخ لهما ثالث، أو بنتان أقرتا لهما بأخ، فالتي أنكرت تعطى الثلث كاملا مع الرد فيكون نصفا، والثانية تقتسم النصف مع أخيها كما في جزئها لا في جميع المال. لا، خل هذا اللغز غدا، هذا أخونا أتى بجواب الثمان، نجعله غدا لكي يفكر الجميع في المسألة متى يكون هناك ثمان زوجات يرثنا. يقول ما الرأي في منظومة الفارقة أو الفارضية في الفرائض؟ أي منظومة سهلة عليك فاحفظها، لكن المشايخ يحبون الرحبية لأن سبحان الله طرح لها القبول. والفارضي يقول في منظومته لما أورد ذكر الرحبية قال وجيزة والحشو فيها يندر ونظم الرحبي سكر. فالرحبي يضرب المثل حتى بألفاظه، مثل قوله فاحفظ فكل حافظ إمام. فبعض الناس يكون سبحان الله نظمه سهلا يسيرا، وبعض الناس يكون نظمه صعبا غلقا، حتى في الشعر العامي
بعض الناس يحب شعره الخلاوي، هذا كل الناس يحبون شعره لأنه سهل، وبعض الناس يعني يكون شعره منغلق. على العموم أنت انظر في الأبيات ما يلي: أولا التي لها شروح، مهم جدا أن يكون الكتاب شرح المختصر أو المنظوم الذي ليس له شرح العناية به للمبتدأ فائدة فيه أقل، هذا واحد. ثانيا المتون التي يشرحها المشايخ في بلدك، ما هي المتون تشرح؟ لأنك إذا أتيت بمتن مستغرب لشيخ ربما يجلس ساعة يعمل الذهن في حل الألفاظ، لكن المتن الذي هو شرحه مرات وأعاده ما يحتاج يعني يستطيع أن يحل لك كشرب الماء، بل ربما تقرأه عليه وأن تمشي في الطريق، خلاص هو حافظ المتن يعني مستعد أن يعطيك المعلومة وهو مضطجع وهو نائم وهو نعم ماذا قلت له تعطي أول بيت يعرف الباقي. فالمتون دائما المشايخ من طريقتهم القديم أن المتون تكرر محدودة ومعينة، قد تكون في كل فن ثلاثة أربعة أو أقل أو أكثر، هذا المسألة الثانية مهمة جدا. الأمر الثالث انظر للأسهل عليك، بعض الأخوان يحب المنظوم بعض الناس المنثور، لكن إياك أن تحفظ منظوما ولم تحفظ كتاب الله. قلت لك ابدأ بحفظ آيات كتاب الله عز وجل فإنه يسهل عليك بأمر الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نبينا محمد.